في ظل الموجة الحارة شديدة الارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لساعة إضافية. وأكدت الوزارتان أن قرار جاء حفاظا على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. أكدت الحكومة أن مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تأتي في إطار جهود الدولة للتصدي والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن التصدي لمشكلات التصحر. جاء ذلك خلال تقرير استعرضته وزارة الزراعة حول ما تم إنجازه ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في مرحلتها الأولى والثانية، والتي شملت 13 محافظة حتى الآن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها في الطرق والجزر الوسطى بالطرق والظهير الصحراوي للمحافظات، إضافة إلى نطاق الجهات الحكومية وكذلك مداخل المدن والقرى. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى تريليوني دولار عام 2024. وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود التحول في قطاع الطاقة، حيث يذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024 لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في أولى تداولاتها بعد عطلة عيد الأضحى، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.837 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 27,262 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 6,103 نقاط. شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 2.98% ليصل إلى 8,810 نقاط. في منطقة الخليج قفزت الأسهم السعودية مدعومة بمكاسب واسعة النطاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، في حين أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض. وارتفع المؤشر القطري 2% مواصلا مكاسبه للجلسة 14، وهي أطول فترة صعود منذ نحو عام. في المقابل نزل المؤشر الكويتي 0.3%، والبحريني 0.1%، والعماني 0.5%. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك إن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ. وخلال زيارته للصين أكد هايبك ضرورة أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال معدل نمو تصل نسبته إلى 10.1% للعام المقبل، مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري. وأوضح الصندوق أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم.